مين إنسان عاش وتولد في تونس 26 سنة بروف دو سبور متخرج عنده 5 سنين حياته كانت مع سبور بدأت في 2005 en tant que kayakiste بعدك تبدلت كل مرة عرفتك مراحل مراحل دخلنا ليسي سبورتيف عملنا 4 سنين بعدك مشينا لينيبس اكتشفنا سبورات أخرين كما ستريت ورك أوت اللي هما الكاليستينيكس وبعد ما واحد تخرج وكل تغرم توسكي مسكولاسيون ورزن وزاوية في 2014 عرفتك اللي سالة مازلت كحالة جديدة ولازم ينتليشارجي لها فيديوهات وليت عرفتك نحل اليوتيوب ينتليشارجك الفيديوهات طويلة على الاخر وما تعرفش عليهم حتى شنية الكونتينو بتاعها ما عرفت مادامي سالة جديدة وقتها كنتك اللي نحط الفلاش في التلفزة وماني وحدي أنا هكا ولا هكا نحط نتفرج عرفت نتفرج عرفتك السيكونسيت طلعوا كلهم كجورك متاع العبيدك اللي رزنوا أو ديدليفت أو سكوات أو بنش أو درشنية عرفتك اللي كي نتفرج فيهم نقول ملا قوة رهيبة عرفت قوة رهيبة ومنعرفش مين يجيبوا في القوة ذيك نقول برا خليني نجرب أنا بلك شي نهار نولي كيفهم عرفت عندي أنا مي يعني عايش في ألمانيا هو مغروم ويعني عرفتك اللي كي نشوفه كل نقول برا خلينا نجرب زادا نعمل كيف وكل نبعث له كل فيديو هو يصلح لي تكنيك Donc je profite de cette occasion pour le saluer. Salut Iskander. Mais le powerlifting هو كيما الويتليفتينغ اللي برشا عباد يخالفوا ما بيناتو. الباورليفتينغ هو كيما الويتليفتينغ اللي برشا عباد مش فاهمين الديفيرونس ما بيناتهم الزوز. الويتليفتينغ اللي الناس كل تعرفوا اسمه العبار ولا بالفرنسي التيروفيلي متكون من دو موفمون لاراشي ولي بولي جوتي. يعني السناتش والكلين اند جيرك الباور ليفتينغ هو نفس من نفس الفامي اما متكون من ترو موفمون اللي هما اس بي دي اس سكوات بي بنش بريس ودي ديد ليفت كونتاكتيت اللعبه هذه اللي هي من اقوى اللعب في المانيا اسمهم انسانيتي ميت بي كونتاكتيتهم قلت لهم اسكو فماش يغا اسكو فما اون بوسيبيليتي باش يعني انسان برا من الماني ينجم يلعب ولا لا قالوا لي مرحبا بيك قلت لهم كيف اما قالوا لي لازمك تعمل استبعث لنا الفلوس فري دانسكريبسيون قلت لهم راني ما عنديش شكون غاديك ومن با عندي باي بال كيفاش نعمل يعني باش نبعث لكم قالوا لي اسمعني اون فير اون اكسبسيون ليك انت فهمت يعني الحاجه اللي عجبتني على الاخر قالوا لي اكسبسيون تخلصنا وقت اللي تخلص سير بلاس اللي هي عمرها ما تصير يعني تخلص من قبل باش هم يحطوا اسمك وكذا وكذا اللعبه في هامبورغ والبلاصه في اللي انا باش نسكن فيها في برلين دونك لازمني نتصرف كيفاش نمشي من برلين لهامبورغ اللي هي فما الزون بتاع 300-350 كيلومتر عندي اصحابي ترينت معاهم في الساله قبل كلمتهم كل كونتاكتيت معاهم قسمت معاهم ليسونس وكذا وكذا وصلنا غاديك ليلتها دونك مش ليلة قبل بنهارين خاطر هما باش يلعبوا دونك لازم نمشي معاهم هما اقل مني في الميزان هما كا موان 66 وانا بلوس 105 دونك بت ثلاثة ليالي في اوستل ستة من الناس في بيت صغيرة كما نقولوا نحنا صغيرة على الاخر من الاخر سيتي فريمون ديفيسيل واكسبيريونس خايبة شوية خاطر ما تنجمش ترقد كل مره واحد يدخل وقت اللي يحب ويخرج وقت اللي يحب كان كسوا يعني يسهر ولا جاي من بعيد ولا حكايه فهمت كانت سايبه ياسر سوتو نهار الاخراني خاطر نهار الاخراني انا نلعب الاربعه ولازم لي بيري شومبر مع العشره دونك ستة سوايع ديفيرونس والصاله اللي باش نمشي نلعب فيها اللي هي كروس فيت هاش حاسيلو هامبورغ بعيدة ساعتين بالإسبان يعني لازم ناخو أربعة ترانسبورات فهمت شو وليت نعمل وليت كي معرفتك اللي متخبي في الكوجينة عندي استكمال لازم نكملها وكم مش جاي على التواليت ومتخبي عرفتكم كوا يعني نطيب في الكوجينة وأنا اللي بريت ديجا شامبر متاعي مع العشرة شديت حاسيل وحاولت سرقت روحي عرفتك الأربع سوايع تك 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 هزيت روحي من بعد في ساعة خذيت الترانسبور نحكي محصور مش روما باش نترشق نجري كي هبطت من ستاسيون نجري للسالة باش نمشي باش نترشق مشيت للتواليت ديريكت وكل حسيلو كيما نقولوا نحنا من الأربعة نلعب من الأربعة حتى كش الماضي ساعة متاع الليل
باهي ماديسان نتاع الليل. وقتاش النورمالمون ناخذ كار ناخذ 11 ضيعت الكار زاد كان جاي ستر ربي يعني واحد حتى الراجل اللي وصلنا روح ليلتها فهمت نهارتها وليلتها حسيلو مخ يقف ما مانيش باش انا نشكرهم على الاخر اللي استقبلوني ساعه اما كي هزيت معايا العالم معايا كي تشوف لي فيديو تحس فما جماعه يتمنيكم بالرسمي تحس فما جماعه يتمنيك يقول لك معرفتك مش عمل هكا وشنيه فهمت فازا قلت فيش يعمل هذا عرفت كل مره نهز معايا علم نحطه عرفت من قدام ما عنديش كومشي يشدوا عرفت في السكوات وفي البنش ودخلت بعضي وما تعرف حاجه جديده ومش فاهم هكا لي كوموند وكل لين في الديد ليفت كيف عارفه خاطر شنيه دومينيت الديد ليفت وقتها البريمير اسي نتاعي بعيد ياسر عليهم هما فهمت دوزيام اسي كيف فهموا الدوزيام اسي طلع ايزي في اخر اسي فما الماني قال لي هاتني خنشد العلم مع ليتنتي فهمت ناخذ العلم مع ليتنتي عرفتك اللي قاعد تشد وكي العلم كي سي يعني كملت الموفمون سي بون يعني في عارفه اللي هو سي تامبون اسي ولا يرفرف كان تسمع يعني التشجيع نتاع الالمان وقت عارف القيمه نتاعي عرفت كي هزيت يعني اقوى يعني ليفت في الجروب نتاعي الكل وقتها بالرسمي احساس غير عادي كي تعمل يعني توب 10 وكي ترى يعني الماني يشجعوا فيك وتوانسة لحياتها اللي من تنادي وبعد تروح تقع في السوشيال ميديا ماركيوك العبيد درشنو ألماني شجعوا فيك وتوانسة ما تقعيش توجع عرفت توجع على الاخر ونتصور 90% من اللي بشوفوا فيديو ما يعرفونيش بالله ما يعرفونيش حتى شكون من 2016 بطلت برشا حاجات راني كنت نخدم نخلص في مليون واش راني نخدم في سنتر دابيل كنت بغمي لي ميور في أفريل تكلاسيت بغمي لي 5 برمي في تي بي كله تيلي بيرفورمانس الناس كل يعرفوهم وقت فما شالنج وكل الكلاسيت من الخمسة الاولى اللي راهو تي بي فيها فوق الالف واحد يعني عملت ساكريفيس هو بيدو على خاطر السبور هذا في 2016 دخلت ان كونتاكت مع لا بي اف اللي هي افريكان باور ليفتنج فيدريشن وحكيت معهم قلت لهم علاش رانا توانسه نحن نورمالمون اون في بارتي يعني من الفيدراسيون يعني اون في بارتي د لافريك علاش ما تعملوناش في فيدراسيون علاش نحنا ما عندناش يعني فيدراسيون في مالوغوزمون يعني البرشا باش يسمعوا الحكايه هذه ما فماش فيدراسيون تاع باور ليفتينغ في تونس دخلت اون كونتاكت ديريكت مع السكرتير جينيرال نتاع لا بي اف افريكان باور ليفتينغ فيدراسيون قعدت اون كونتاكت معاه شويه قال لي والله ما نعمل عليا يعني باش نعاونكم وكل وكذا 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 بعد اللعبة متاعي ستة سبتمبر اون اكتوبر اللي هي معروفة في اكتوبر تصير الافريكان تشامبيونشيب متاع الباور ليفتنج حكيت معاه قلت له فماش امبوسيبيليتي انه يعني انه واحد يشارك قال لي والله ما نعمل اللي علي قلت لك وليد صحاب انا وياه بعد ما صارت المشاكل هذه وكل كونتاكت البريزيدون تاع الاي بي اف قالوا راهو ما نجمش يشارك مالوريزمون ما نجمش يشارك في الشامبيونات دافريك خاطر مدام ما عندوش بلاد وما عندوش فيدراسيون تريبريزونتي ما ينجمش ما عندكش فكره قداش في اللحظه هذيك حاجه توجع على الاخر كي يقول لك مثلا كي يجيك ويقول لك يا انسان راك ما تنجمش تي بو با يعني ميزوري تي كومبيتونس وعوامك نتاع لونترينمون ولي ساكريفيس نتاعك على خاطر ما عندكش بلاد معترفه بيك وباش تريبريزونتيك En janvier, le 18 janvier exactement, Jini Jouéb, مصحح من عند البريزيدون تاع الفيدراسيون انترناسيونال تاع الباور ليفتينغ, مصحح من البريزيدون تاع الاي بي اف, افريكان باور ليفتينغ فيدراسيون, اللي يستدعاو في تونس باش الافريك الجايه نلعبوا فيها وباش تتقد فيدراسيون اونفان فهمت؟ باه وصلتها للي يقول شكون باش يوصل وصلتها للفيدراسيون وصلتها مالوريزمون لهنا في تونس ما تنجمش تمشي تتلاقى مع الواحد معناها ما تنجمش تتلاقى مع الوزراء نتاعنا فهمت خاطر واو فهمت واو ما تنجمش تحكي معهم من كونتاكت ديريكت باش تنجم توصل صوتك وكذا فهمت دونك توا عندها عام وشهرين الحكايه عام وشهرين وما تبدل حتى شيء سكي كونسير ان الضربه هذه عندي اونتاسمون في ال 4 ولا ال 5 ملي عمري 16 سنه مالغري كو عمري لا سكواتيت وعمري لا ديفتيت وعمري لا هزيت تحديد في حياتي كلها جوست كنت كيب ناسيونال في الكاياك
لا محمد رسول الله هي بحكم انه زاد كنت اوبيس نجم توريهم التصويرة. ممكن كانت ذيك اللي اثرتني بالك شيء كنت فاريس ودرسني صحتي كانت سبب على الاخر. عملت ابديت وشفت تصاور ظهري لقيته تفسخ بارابور على قبل، يعني الكام تاعي امبير اكثر ما قبل من لونتاسمون وليت ما عادش فما ديسك من اصل باهي. دونك انا انسان من العباد اللي ننصح وما نحبش يعني اللي صار علي يصير عليكم انتم. ننصحكم انك ما تغفصش ويعني بي وايز في التشويسز نتاعك من الاخر، معناها بي وايز في التشويسز نتاعك. اعمل الفلوس اللي باش تخصصها في حكاية فارغة خصصها في ان كوتش ينجم ويعرف كيفاش يتصرف معاك خير من حكاية زايدة من الاخر، معناها كان جاو لي كونديسيون اللي موجودين في تونس باهين نقعد في بلادي، كان جيني كونديسيون ما خير نحكي راهو ديما نحكي كونديسيون ما خير. اسكي كونسير انا مشكلتي في الدنيا هذه كان باش نشارك راه نشارك يعني نحب نمشي نشوف وزيد سبحان الله قاعدين هكاك يا اخي في الفارغ ماني نحب نشوف روحي شنو هو لونترينمون نتاعي شنو هو الفروي نتاعو شنو باش وين باش يوصلني. باهي انا واحد من الناس تولدت في تونس تربيت في تونس ترانيت في تونس ناكل تونسي اللي تصوروا في بالك الكل. كان تونس تعمل لي فيدراسيون نقعد في بلادي، كان تونس ما تعمليش فيدراسيون قاعد ترينا في الفارغ وجيني اون اوكازيون باش نشارك ببلاد اخرى نمشي نشارك في بلاد اخرى بكل صدق وبكل قلب. نحب تونس، بابا موجود لهنا، امي اختي عائلتي صحابي اخواتي، ماذا بيا نقعد في بلادي. يمثل لي برشا حكايات، يمثل لي برشا تعب برشا عذاب برشا سيونسات برشا بكي برشا دموع برشا دمومات برشا نوم اللي ما رقدناهوش برشا عذاب برشا خسائر برشا فلوس برشا حاجات ماهيش سهله جمله، يعني برشا عوام اونترينمون باش توصل يعني تعمل حاجه باسمك انت وتخليها في التاريخ. زاد راهو نتاع تونس حبه من حبه وكرهها من كرهها، معناها ماهيش سهله جمله، معناها كانت لي صعيبة على الاخر خاطر الامور بريباراسيون بريباري روحي وحدي. دونك فماش انسان يعرف روحه، معناه يعرف روحه اكثر من روحه. كانت لي صعيبة ياسر خاطر رصات طيحت على الاخر في الريجيم تاع لونترينمون وليت يعني نديد ليفتي مرتين في الشهر، يعني مره كل جمعتين. كانت لي صعيبة على الاخر باش واحد يعمل بروغريسيون. اما شني علاش تقول انت علاش يعني ديد ليفتي مره في جماعتين؟ على خاطر الوجيع، باش نقص على روحي لو ماكس بوسيبل من الوجيع، باش في لي سيونس نتاعي دونترينمون نكون يعني اقل نترينا باقل وجيع. فهمت؟ خاطر كي تترينا موجوع، كي تترينا موجوع خايبه ياسر، فهمت؟ someone is يعني training harder than you somewhere، عرفتها؟ ما عرفتش كيفاش نخرج على الحكايه. يعني ما تعرفش عليه منين نجم يخرج لك واحد الله مصلي على النبي درا شنو، اما شنيا ما عنده حتى شيء. يعني لي كونديسيون اللي انت عايش فيهم هو اتعس منها وعام ريزيتا خير منك ومش قاعد يخرن قد ما تخرن انت. يا بطال حبيت جوست نوصلكم بالفيديو هذه اللي راهو كل شيء بوسيبل في الدنيا هذه جوست عندك هذا وهذايا وتو بقدره ربي توصل اللي تحب عليه. وبوا يا ابطال. على ميم اوكازيون حبيت نشكر يعني الكوتش نتاعي عم عمارة اللي وقف معايا ملي بدينا ويرحم والديه يعني في الوساع البال واللي نورمال مو يعني ما يقبلونيش نحن العباد هذوما ما يقبلونيش يعني وكان موجود هو كان موجود هو معايا من الاول للاخر ويرحم والديه ديما تشوفوه معايا ورايا في السكواد في اللي تصوروا في بالكم الكل.